النص الاول من الفيديو عرفنا ازاي نشد القماش عن الشاسيه، تمام، اللي احنا عملناه قبل كده، واللي عاوز يعرف ان الخشب ده الفريم ده اتعمل ازاي. انا هسيب في الاي دلوقتي طريقه تعمله، كنت عامل فيديو قديم قبل كده. لينا اول حاجه هنعملها الوش الاولاني. الوش الاولاني هناخد مقدار من الغيره الابيض، هندوبها الاول تمام. هناخد مقدارين، احنا حطينا طبعا هنا مقدار، ناخد مقدارين تاني. بعد ما نشفت نبدا نصنفرها دلوقتي، نبدا نقول فيها سن الخشونة. صنفرة بالراحة كده، ايه، صنفرة بالراحة على خفيف. دلوقتي هنعمل الوش التاني، هنركبه. انا كنت عملت مرة ركبته لون جاهز، بس طبعا ايه، انا لازم اعمله قدامكم. هنبدا بعد ما صنفرنا هندهن الوش الثاني. طبعا نضفنا القماشه كويس جدا من التراب اللي بيطلع من الصنفره، تمام. لو احنا هنرسم بالوان زيتيه يبقى الوش الثاني لازم نستخدم حاجه زيتيه. طبعا حاجه زي كده لاكيه عندنا في مصر، طبعا نغطي العلامه التجاريه، هندهنه بس هنخفه بشويه نفط، تمام، وهنحط عليه شويه زنك، حاجه يعني حاجه بسيطه كده عشان ايه، يعني يتقل اللون شويه يخليه. طبعا انا هرسم بالاكريليك على اللوحه ديت، فهضطر ان انا ادهن الوان مائيه، يعني حاجات مائيه. احنا ممكن نقوم مستخدمين الكورنيش ده، تمام، شايفينه حضراتكم، مش عارف هيبقى باين في الصوره ولا لا، تمام. ده ورنيش مائي، ورنيش مائي ممكن ندهن مباشره على البحر، لكن انا بحب برضو استخدم الزنك في كل حاجه، فهناخد شويه من هنا ونحط شويه زنك، يعني حتى كده صغيرين مشكلة، نبرد وهناخد شوية مية، تمام، نقلبهم كويس. طبعا هحط عليهم شوية غيرة، هحط عليهم شوية غيرة، وبعدين هناخد ده مش راضي يتفتح، ناخد شوية من ده من الورنيش المائي ده، أو كتير برضو، نقلب كويس. كويس جدا كمان. طبعا واحنا بنقلب انا حطيت غيره في الفاصل ده، تمام، لان الغيره عندي جامده شويه، فكان لازم هتاخد وقت وانا بدوبها في الميه،
حطينا احنا دلوقتي الغيره وشويه زنك وشويه ورنيش مائي اكريليك مائي شفاف. هو بيبقى لونه شفاف في الاول كده، بيبقى لونه ابيض وبعد كده بيبقى لونه شفاف. ده اول واحده نبدا نرسم. تمام. وش تاني، وش تاني بقى تلاقيه انعم. تمام. ونسيبها لغايه ما تنشف برضه ساعه او ساعتين ونبدا نشتغل عليها. ما تخافوش يعني مش هتبوظ. الاحسن طبعا ان هي تقعد يوم كامل على ما تنشف، فمستعجل مفيش مشكله، دي احسن بكتير. لكن لو احنا هنرسم بزيت يبقى زي ما بقول لحضراتكم اللاكيه، ونحط عليه شويه زيت مغلي شويه صغيرين يعني، وشويه زنك، ونقلبهم كويس قوي قوي قوي، وبعدين ندهن. بس ده هنستنى يوم كامل على ما يغلي على ما ينشف. واستودعكم الله.